حي الشمال يا شباب، حي الشمال الافريقي، حي الشمال قوموا للحزب الوطن يا شباب، حي الشمال يا شباب، حي الشمال الافريقي، حي الشمال قوموا للحزب الوطن يا شباب. على الصيفية يا حزني، على الصيفية يا حزني، على الصيفية ماتوا عن حب الحرية يا حزني، حي الشمال يا شباب، حي الشمال الإفريقي، حي الشمال قوموا للحزب الوطني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا في هذا الملتقى الوطني الذي نظمته الرابطة الوطنية للتوزيع والأعمال، ونهتفي من خلاله بالذكرى التاريخية للمؤتمر الإسلامي الجزائري وذكرى 20 أوت 1956 أو بالأحرى بذكرتين عزيزتين علينا، وهما حلقتين مهمتين من تاريخ الجزائر المعاصرة. بدون إطالة، أنا السيد خالد الحاج أحمد رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، تخصص قانون دولي. أنا هنا اليوم لأتحدث إليكم عن المؤتمر الإسلامي الجزائري لسنة 1936، وأستأذن أساتذتي وأبائي المجاهدين المختصين في تاريخ الحركة وتاريخ الجزائر المتعاصرة لأتطفل على اختصاصهم قليلا. وموضوع مداخلتي مهم جدا لأسباب اجتماعية وغرض تاريخية، لكي يتعرف أبناءنا على تاريخ بلادهم المجيد، والتعرف على الرجال الذين بفضلهم اليوم ننعم ونتكلم، نصول ونجول في ربوع الجزائر المستقلة، وندعوهم إلى البحث في سير هؤلاء الرجال الغائبين أو المغيبين. قلت وأدعوهم أي شبابنا إلى البحث في سير هؤلاء الرجال الغائبين أو المغيبين. موضوع مداخلتي المؤتمر الإسلامي الجزائري وحقوق الإنسان والحريات العامة في الجزائر. سأقدم مداخلتي في ثلاث محاور بدون المقدمة التي أنا بصددها، حيث شهدت الجزائر المستعمرة في الثلاثينيات من القرن الماضي نشاطا سياسيا مكثفا من مختلف التشكيلات السياسية آنذاك، لا سيما مع وصول الجبهة الشعبية إلى الحكم في فرنسا، والتي أبدت في البداية انفتاحا على المطالب أو على مطالب الطبقة السياسية الجزائرية، وقد توحدت هذه الطبقة لأول مرة في اجتماع تاريخي عقد في العاصمة في شهر جوان 1936 عرف باسم المؤتمر الإسلامي الجزائري. وأقسم هذه المداخلة
إلى ثلاثة محاور أو أربعة محاور. ظروف انعقاد المؤتمر الإسلامي الجزائري، لكي نرى الظروف التي انعقد فيها المؤتمر الإسلامي الجزائري يوم 7 جوان 1936 في الجزائر العاصمة بقاعة الماجستيك الأطلس حاليا بحي باب دواب، في ظل ظروف مميزة داخليا وخارجيا. داخليا، في تلك الفترة شهدت الجزائر تأسيس جمعية العلماء المسلمين سنة 1931، كذلك تأسيس الحزب الشيوعي الجزائري سنة 1936، كذلك ظهور فيدرالية المنتخبين المسلمين الجزائريين التي نجحت في الانتخابات البلدية سنة 1934، كذلك تمكن الجبهة الشعبية الفرنسية إلى الحكم وطرحها لمشاريع إصلاحية، منها مشروع بلون فويلات. مشروع بلون فويلات هذا فيولات هو مشروع سمي بهذا الاسم نسبة إلى ليون بلون موريس فيولات، الذي كان حاكما عاما على الجزائر خلال العشرينيات من القرن الماضي، وأصبح عضوا في مجلس الشيوخ وقيادي في الحزب الاشتراكي الفرنسي. وبسبب خبرته في الشأن الداخلي الجزائري قدم مشروعا عرف باسمه، يتكون من 8 فصول وخمسين مادة، تتضمن إصلاحات دستورية بإعطاء حقوق متساوية بين الفرنسيين والجزائريين، وإصلاح التعليم، وإصلاح الزراعة، وإلغاء المحاكم الخاصة بالجزائريين، زيادة عدد الجزائريين في المجالس المحلية، بالإضافة إلى منح الجنسية لبعض المثقفين الجزائريين. على المستوى الخارجي، تزامن انعقاد المؤتمر الإسلامي الجزائري مع انعقاد عدة مؤتمرات نذكر منها على سبيل المثال إلى الحصر، مؤتمر الخلافة بالقاهرة، مؤتمر مسلمي أوروبا بجنيف، المؤتمر الإسلامي بالقدس. كذلك تأثير أفكار الأمير شكيب أرسلان الذي كان يدعو المسلمين الاهتمام بشؤون الأمة الإسلامية والدفاع عنها. هذا شكيب أرسلان، أمير شكيب أرسلان، حضرت شوية من السيرة تاعو. هو كاتب وأديب ومفكر عربي لبناني، وشهر بلقب أمير البيان بسبب كونه أديبا وشاعرا، بالإضافة إلى كونه سياسيا. كان يجيد العربية والتركية والفرنسية والألمانية، يقال أنه تحصل على الجنسية الحجازية آنذاك. ولد في 1869 بلبنان، توفي 1946 ببيروت لبنان. ثانيا، المحور الثاني، الشخصيات التي شاركت في انعقاد المؤتمر الإسلامي الجزائري. عام 1936 عقد المؤتمر الإسلامي الجزائري في الجزائر العاصمة بمشاركة ممثلين من جميع التيارات السياسية الجزائرية باستثناء نجم شمال أفريقيا الذي كان مقره في فرنسا. شارك في المؤتمر علماء شيوعيون، نواب، وشخصيات دينية. وكانت فكرة عقد المؤتمر من قسنطينة بدعوة من عبد الحميد بن باديس والدكتور بن جلول. الدكتور بن جلول كذلك لمحة على سيرته، هو محمد الصالح بن جلول من مواليد 1896 بقسنطينة، تلقى تعليمه الأول بمسقط رأسه، ثم انتقل إلى باريس لمواصلة دراسته، وسجل بكلية الطب وتخرج منها سنة 1924. بدأ بن جلول ممارسة السياسة منذ العشرينيات من القرن الماضي حتى أصبح مستشارا بلديا، وكان يدافع عن النخبة المثقفة باعتباره من عائلة غنية، وتلقى تعليما عاليا باللغة الفرنسية. بدأ نشاطه السياسي ميلا نحو أفكار الأمير خالد قبل أن يحول عنها، والمطالبة بالإدماج باعتباره عضوا في فيدرالية المسلمين الجزائريين المنتخبين. وفي الثلاثينيات برز نجمه بترأسه
فيدرالية المسلمين الجزائريين المنتخبين ودعوته الصريحة إلى المساواة بين الجزائريين والفرنسيين في كل المجالات كالخدمة العسكرية والعمل إلى آخره. ولعب دورا في أحداث قسنطينة 1934 ولعب دورا أساسيا في التحضير إلى عقد المؤتمر الإسلامي سنة 1936 اختفى بعد الاستقلال عن الحياة السياسية إلى غاية وفاته سنة 1986 في قسنطينة. ترأس الدكتور بن جلول ممثل قسنطينة وقياديا في فيدرالية المنتخبين المسلمين الجزائريين أشغال المؤتمر وتشكيل مكتب المؤتمر بالممثلين عن وهران قسنطينة والعاصمة. المحور الثالث خصصته إلى مطالب المؤتمر الإسلامي الجزائري. جرت أشغال المؤتمر الإسلامي الجزائري في يوم واحد. الفترة الصباحية تمت فيها الكلمة الافتتاحية والمداخلات. أما الفترة ما بعد الظاهرة شهدت المسابقة على مطالب المؤتمر وتم بالإجماع من طرف ممثلي جميع التيارات السياسية المشاركة على المطالب التي شملت حقوق الإنسان الجزائري بالدرجة الأولى وبعض الحريات العامة المتمثلة في إلغاء المعاملات الخاصة بالجزائريين بما في ذلك التمييز في التعليم والوظائف العامة والنقل العام، إلغاء المحاكم العسكرية والعفو عن المحكوم عليهم في أحداث قسنطينة سنة 1934 التي كان سببها احتجاجات سلمية ضد التمييز الفرنسي، المساواة بين النواب الجزائريين والفرنسيين بما في ذلك حق التصويت والترشح للمناصب المنتخبة، اعتبار اللغة العربية رسمية إلى جانب الفرنسية مما يسمح باستخدامها في التعليم والإدارة والصحافة، تحرير الدين الإسلامي من سيطرة الدولة الفرنسية بما في ذلك الحق في إنشاء مؤسسات دينية مستقلة. وهنا نجد أن كل مطالب المؤتمر الإسلامي الجزائري كان محورها موضوع حقوق الإنسان والحرية العامة في الجزائر. المحور الرابع خصصته إلى نتائج المؤتمر الإسلامي الجزائري. بعد انتهاء المؤتمر الإسلامي تم الاتفاق على تشكيل وفد يمثله عبد الحميد بن بديس والدكتور بن جلول لزيارة باريس وتقديم مطالب المؤتمر إلى حكومة الجبهة الشعبية الفرنسية. وصل الوفد إلى باريس يوم 23 جويلية 1936 والتقى برئيس الحكومة الفرنسية ليون بلون وسلمه ما يسمى بميثاق مطالب الشعب الجزائري المسلم. وعاد رئيس الحكومة الفرنسية بدراسة المطالب وعاد الوفد الجزائري في نيوت أين عقد تجمع شعبي في الملعب البلدي بالعناصر. حضره زعيم نجم شمال أفريقيا الحاج مصالح الحاج وقدم الوفد نتائج مهمته في باريس. استمع الحاضرون إلى خطابات عدة أهمها خطاب مصالح الحاج الذي كان مؤثرا جدا في الحضور. وبالرغم من عدم التزام حكومة الجبهة الشعبية الفرنسية بتعهداتها إلا أن المؤتمر الإسلامي الجزائري يعتبر حدثا مهما في تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية حيث نجح في توحيد التيارات السياسية المختلفة تحت راية واحدة. إلى هنا نكون قد انتهيت من مداخلة متواضعة مرة أخرى. أعتذر إلى السادة المؤرخين على تطفل عليهم بأسمائهم وصفاتهم. أشكر القائمين على هذا الملتقى الهام والتاريخي وعلى رأسهم السيد بوغليم جيلاني رئيس المنظمة الوطنية لتواصل الأجيال السيد علي عكبون. الشكر موصول للدكتور مصطفى منصر والسيد حميد الرئيسي على الدعوة. نشكر كل الحضور على استماعهم وصبرهم وسعة صدورهم. تحيا الجزائر، المجد والخلود شهدائنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أعطونا تشفيق على الأستاذ، بارك الله في هذه المداخلة. أستاذ عمير رشيد تفضل لإلقاء أعطونا تشفيقة، أولا راكم عيال عياكم للفطور. تفضل أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المناضلون الأشراف، أيها الأحرار، أيها الوطنيون، أيها المرساليون، les messalistes fidèles à leur histoire et les messalistes fidèles à la voix qui est là, qu'on a héritée de Messali Hadj. شكراً للحضور، شكراً للمؤرخين، للهستوريان. مثال الحاج بدأت فكرة الاستقلال في 2 أوت صحيح 36 وبقت إلى يومنا هذا. C'est une histoire éternelle. ونحن nous sommes toujours fidèles parce que nous sommes les militants. نحن مناضلون وورثة فكرة الاستقلال إلى يومنا هذا. الشهداء والمجاهدون للحركة الوطنية كانوا دائما منذ 45 وأحداث 45 بدأت من قصر الشلال 18 أبريل. الله يرحم كل الشهداء. بقت فكرة الاستقلال ماشية وباء إلى مؤتمر أورنو هو الذي حضر للثورة، وكما قال المرحوم رحمه الله الدكتور بالعيد، لقد سرقوا الثورة من مثل الحاج. يا أخي أنتم اللي سرقتوا الثورة، رجعوا لنا الثورة تاعنا. الله يرحم الشهداء من 54 إلى 62 كل الشهداء. بارك الله في المجاهدين. الله يحفظ. نحن دي ميساليست اون اي توجور فيدال، ما غيرناش، اون با شانجي دو فوا. ليستواغ ايلز اون انتيري ليستواغ، شاك جور ليستواغ دو ميساليست سورجي. لقد دفنوا التاريخ كما قال ميسالي الحاج، ولكن التاريخ يوميا يذهب، ونحن اليوم في اوت نحتفل بميسالي الحاج، ونتمنى الاعتراف بالحركة الوطنية كحزب ناشط على الميدان كجميع الأحزاب الأخرى، ويكون للمناضلين الحق كما كل المناضلين والمجاهدين لهم الحق في ذلك في الجزائر الحرة المستقلة. الجزائر تسع الجميع، أصحاب الحركة الوطنية لهم حق الوجود، لهم حق التعبير، لهم حق الاعتراف. بعض الناس يتكلموا على المصالحة لا ريكونسيلياسيون هيستوريك، نو سي لا ريكونيسونس هيستوريك، لازم نعترفوا بالتاريخ. كل رؤساء الجزائر الزعماء اللي تكلموا كانوا اللي خرجوا على المطاف، وكاين 10 ناس في القاهرة مضاو على توحيد الصف الثوري، منهم المثاليين ومنهم تاع جبهة التحرير، كان أيد أحمد، كان بن بلا، وكان خيثم، وجمعية علماء البشير إبراهيم. اللي خرجوا على الصف هما ثلاثة تاع لبنان، ماشي تاع الحركة الوطنية. وبقات الحركة الوطنية موجودة، والمعارك نتاعها موجودة، والمجاهدون تاعها موجودين، والشهداء نتاعهم في الجبال موجودين. الذين خرجوا عن طريق أو أوامر أو قيادة مصالح الحاج، كل واحد كيفاش. ولكن بعد الاستقلال كلهم راحوا للمقبرة وقالوا اسمح لنا يا سيدي الحاج، وقراوا الفاتحة وسورة الملك. ومصالح الحاج كان ضده للداخل وكان ضده لبرا، واللي برا هو جمال عبد الناصر. هذه حقيقة لازم نقولوها. حسين الشافعي نائب رئيس جمهورية مصر والقيادة الثورية في مصر في 62 هو يشهد في شاهد على العصر بقناة الجزيرة مع أحمد منصور، يقول دعانا جمال عبد الناصر وقال سيدخل لنا شخص استمع ماذا يقول. قال لمدة ساعتين تقريبا وهو يتكلم يتحاور جمال عبد الناصر مع مصالح الحاج، ولما خرج قالنا ما رأيكم في هذا الرجل؟ قال هذا الرجل رجل شهم ورجل ذو قيمة ورجل له كلمة وله وزن. قال لابد أن نتخلص من مصالح الحاج. قالوا كيف يا رئيس؟ قال لهم لو يبقى هذا النوع من الرجل لن يكون لمصر موطئ قدم في المغرب العربي. إذا القضية قضية تهميش مصالح، وقضية تهميش تاريخ الحركة الوطنية مش داخليا، هو خارجيا كذلك.
بارك الله في الجميع وشكرا. إخواني لا تنسوا شهداءكم من محاول حياة البلاد للبلاد بالنفوس والدماء بدون كرامكم ترك الأهل والصحبة مع الأولاد مع الأولاد صوتهم من القبور يناديكم اسمعوا لهذا الصوت يا عباد يا عباد الاتحاد عنواننا تضحية شعارنا حورية غاياتنا يحيى الوطن يحيى الوطن إخواني لا تنسوا شهداءكم من ضحاول حياة البلاد للبلاد بالنفوس والدماء بدون ترابكم ترك الأهل والصحبة مع الأولاد مع الأولاد صوتهم من القبور يناديكم اسمعوا لهذا الصوت يا عباد يا عباد الاتحاد عنواننا تضحية شعارنا حورية غاياتنا يحيى الوطن يحيى الوطن.